صباح الخير. هو الوزن أهم ولا الأداء أهم؟ خلينا نتفق إن الوزن مش هو لوحده اللي بيرفع كفاءة التمرين. كفاءة التمرين 100% منها طريقة أدائك للتمرين. لو أنت بتعمله غلط والوزن تقيل إصابة وش، فما ينفعش خالص إن أنا أرفع وزني وعليه وأقول أصل أنا كده متعود أشيل وزن تقيل. لأ، أنت لازم الأول تتعلم تعمل تمرينك صح ويبقى في 100% صح، وبعد كده نبتدي نتفاهم ونبتدي نبص للوزن هيبقى عامل إزاي. لو أنت عملت وزن كبير وأنت ما بتعرفش تأدي التمرين كويس، أنت مش بس ما استفدتش، نحن عملنا مشكلة كبيرة جدا جدا للمفاصل وتمزقات وإصابات إحنا في غنى عنها تماما. اتعلم اعمل التمرين صح 100% حتى لو كان بوزن قليل، هيكون الاستفادة منه أعلى بكتير من وزن تقيل وأداء غلط. خلي بالكو، ودايما دايما خلي مدربك عينه عليك، حتى لو ما كانش برايفت، حتى لو ما كانش مدرب شخصي، انت لازم يكون في مدرب بيعلمك طريقة الأداء السليمة لكل تمرين. خلي بالكو، التارجت خالص مش وزن، التارجت أداء سليم وتمرينه صح عشان توصل لأحسن النتائج. سلام.